ستوضح أنماط تعليمية ثلاثة على طاولة وزارة التربية الوطنية، إما نمط حضوري أو بالتناوب أو عن بعد، ويتحكم في اختيار النمط شروط تتعلق ببنية كل مؤسسة وبتلقيح تلاميذها، وبشكل عام بتقدم حملة التلقيح على الصعيد الوطني وبتطور الوضع الوبائي. حمزة أيتم سعود. وفق أنماط تربوية مختلفة، الدخول المدرسي لموسم 2021-2022 سيراعي تطور الوضعية الوبائية والتقدم في تحقيق المناعة الجماعية. الوزارة الوصية أوضحت في بلاغها أن القرار يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية ببلادنا وكذا التباينات المسجلة بين مختلف الجهات والأقاليم لتنظيم الدراسة في ظل هذه الوضعية. دراسة عن بعد راح ما خدمش تروا ولا نهار الان نهار لا مزيانه. انا كنتمنى يقراو عن بعد حيت المرض بزاف والناس ما كتحتاجش ودوز التعليم عن بعد، ولكن نفضل خوتي الصغار يقراو بريزونسيال. الوزارة أعلنت عن اعتماد نمط التعليم الحضوري في المؤسسات القادرة على تحقيق شروط التباعد، وبمؤسسات الوسط القروي على ألا يتجاوز العدد 20 تلميذا بالقسم، إضافة للمؤسسات التي تم تلقيح كل تلاميذها، واعتماد نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعليم الذاتي في باقي المؤسسات، مع تسجيل اعتماد نمط التعليم عن بعد استجابة لرغبة الأسر وعند اكتشاف بؤرة وبائية داخل إحدى المؤسسات. هذا البلاغ هذا بالنسبه لي انا شويه داكور باسكو بزاف ديال الناس خايفين على وليداتهم. كاين اللي غادي يبغي يقرا وليداتو عن بعد، كاين اللي غيبغي يقرا حضوريا. كنتمنوا يقراو عن قرب وما كان حتى اشكال عاوتاني الا قراو عن بعد ماشي مشكل. الوزارة الوصية أعلنت أن انطلاق الدراسة بشكل فعلي سيكون في العاشر من شتنبر، مهيبة بجميع التلاميذ وأسرهم ضرورة الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية الموصى بها لأجل تسريع وتيرة العودة للحياة الطبيعية.